فوق هذا الركام في ساحة بلدة بريح الشوفية كان يقف منذ أيام قليلة بيت الضيعة الذي شكل وجوده فوق أرض للمسيحيين ذكرى جرح نازف على مدى أكثر من 30 عاما. اليوم بعد إزالة التعدي أصبح جرح بريح على قاب قوسين أو أدنى من أن يندمل بمبادرة ثلاثية من رئيس الجمهورية ميشيل سليمان ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط والبطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي، فتحت الباب أمام عودة آخر مهجري الحرب إلى قريتهم. مبادرة جيدة جدا وتطوي صفحة من المشاكل في الجبل. بدي أقول لأهل بريح المقيمين أنه ما في حل إلا أنه نلتقي وهذا قرارنا. المقيمون الدروز ضحوا ببيت الضيعة القديم من أجل إعادة اللحمة إلى قريتهم المشتتة منذ زمن، وهم يأملون في عودة مسيحية سريعة تعيد الحياة إلى قرية عانت الأمرين. الخطوة اللي صارت آخر شيء يعني كان وصلنا لمرحلة كان البيت بشكل عقبة بوجه المصالح، فكان لابد من إزالة العقبة، فقبل إزالتها كان بجهود فخامة الرئيس بجهود وليد بايك وجهود وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين تم تشييد بناء آخر للمقيمين، ومن بعد تم تشييد هالبناء صار إزالة البيت القديم اللي هو أساسا مخالفة من أخطاء الحرب سميناها، كان طبيعي أنه تنزل، وبالتالي راحت العقبة الرئيسية بوجه المصالح. إن شاء الله أنه نحن كأهل بريح من الفريقين دروز ومسيحيين نكون تعلمنا من اللي صار ونكون أوعى أكثر لمصلحة بلدنا، ما نقطعش العلاقة 100% معهم، وهي ضيعة ضيعتهم ونحن متمنيين يرجعوا لحتى ترجع تزدهر وتنمى، لأنه بالنهاية في جزء من هالضيعة مشلول، فلا نتمنى أقرب وقت يرجعوا. إن شاء الله حنفتح صفحة جديدة وننسى الماضي ونعيش كلنا بالنهاية نحن أهل ضيعة واحدة يعني، وحنعيش كلنا بسلام. بريح تنتظر إذن نصفها الغائب منذ 30 عاما، وأولى بشائر العودة ستكون بحسب ما علمت الام تي في في مهرجان ضخم قد يقام في نهاية الأسبوع المقبل يحضره كل من الرئيس سليمان والنائب جنبلاط والبطريرك الراعي، يكرسون فيه آخر المصالحات في شوفي جبل لبنان.